من أعلى قمة في سلسلة جبال روكي تظهر سفوح وسهول ولاية كولورادو في الغرب الأمريكي، الولاية التي تحتل المركز الثامن من حيث المساحة في الولايات المتحدة الأمريكية. تبلغ مساحتها 270 ألف كيلومتر مربع، ويقطنها 5,900,000 شخص وفق إحصائيات عام 2023. كولورادو أو اللون الأحمر بحسب لون ترابها الأحمر تشتهر بمناظرها الطبيعية من الجبال والغابات والسهول والأودية والهضاب والأنهار وحتى الأراضي الصحراوية. مدينة دنفر هي عاصمة الولاية وأكبر مدنها، تحوي أكثر من نصف سكان الولاية الذين يشكل البيض منهم نحو 80%، يليهم من هم من أصول لاتينية، حيث تعتبر الولاية إحدى أكبر التجمعات لهم بعد كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا. تشير إحصائيات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي إلى أن ناتج الولاية في العام 2023 بلغ 480 مليار دولار، كما أن متوسط دخل الفرد السنوي بلغ 44 ألف دولار، كما كانت الولاية الأسرع نمواً العام الماضي. تمثل الولاية قوة اقتصادية رئيسية في الدولة، وتضم العديد من الإدارات المركزية للحكومة الفيدرالية، ومنها قيادة الدفاع الفضاء الجوي وقاعدة بيترسون الجوية والمعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا وإدارة أكاديمية القوات الجوية التي تقع في كولورادو سبرينغز، بالإضافة إلى وكالات أخرى في دنفر هي بولدر وليكوود.